بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل ترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. نذكر الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج والذي سيظهره مخرج هذه الحلقة على الشاشة قريبا لمن أراد الاتصال بفضيلته، 011-80-88-3. على بركة الله نستفتح هذا اللقاء بتفسير الآيات المباركات من سورة آل عمران، في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. سبب نزول هذه الآيات أن الله لما من على المسلمين بالاجتماع على الحق واتباع الهدى بين المهاجرين والأنصار في المدينة، ولما كانوا جالسين في بعض الأيام يحدث بعضهم بعضا ويأنس بعضهم ببعض، رآهم يهودي فغاضه اجتماعهم، فأتى إليهم وجلس معهم وذكرهم بما بينهم من العداوة والحروب في الجاهلية، فكيف يجتمعون بعد ذلك وهم أعداء وعندهم ثارات بعضهم من بعض، وأنشدهم شيئا من الأشعار التي تقاولوا بها في الجاهلية وذكرهم بذلك، فأثر ذلك فيهم وأظهروا العداوة، تذكروها وأظهروها بعضهم لبعض وأرادوا أن يقتتلوا. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك خرج إليهم وطمأنهم وذكرهم، وأنزل الله هذه الآيات. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا أي تمسكوا بحبل الله وهو القرآن والسنة والرسول صلى الله عليه وسلم جميعا، لا يتمسك بعضكم دون بعض، بل اعتصموا بحبل الله جميعا. فهذا فيه الأمر بالجماعة، ثم نهى عن ضد ذلك فقال: ولا تفرقوا، بل يجب الاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم،
كما قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فلا يعصم من الاختلاف والقتال بين الناس من غير سبب شرعي، لا يعصم من ذلك إلا التمسك بالكتاب والسنة، فيهما العصمة. ولا يجمع الناس ويؤلف بين قلوبهم إلا الأخذ من الكتاب والسنة والرجوع فيما اختلفوا فيه إلى الكتاب والسنة ليحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون. ولا تفرقوا، لأن من ترك الكتاب والسنة وذهب مع الأهواء ومع الآراء ومع المذاهب تفرقوا، كل له نحلة وكل له طريقة، كما قال سبحانه وتعالى لأن في من تفرقوا واختلفوا بعدما هداهم الله سبحانه وتعالى: كل حزب بما لديهم فرحون. ما يعتبرون أن ما هم عليه عرضة للخطأ والاختلاف، يزعمون أن ما هم عليه من وما في كتبهم التي ألفوها أنها هي الحق، في حين أنها لا تخلو من باطل وضلال وأهواء. فالله جل وعلا قال: ولا تفرقوا، ففيه النهي عن التفرق في هذه الأمة. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ثم ذكرهم بما هم عليه في الجاهلية من الأحقاد والإحن والتناحر والاختصام والقتال الذي طال أمده بينهم، وهم أبناء رجل واحد الأوس والخزرج من الأنصار. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، ألف بينهم بالإيمان واتباع الكتاب والسنة. فالمصدر الذي يعصم من الاختلاف والتفرق هو الكتاب والسنة، لا الكتب المختلفة التي ألفها كل حزب بما لديهم فرحون. تقطعوا أمرهم بينهم زبرا، أي كتبا، كل حزب بما لديهم فرحون. نسأل الله العافية. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، إخوانا في الدين، وزالت الإحن والبغضاء والنزاعات بسبب هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الكتاب المنزل عليه. فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا بدل أن كنتم أعداء في الجاهلية. ثم قال جل وعلا: وكنتم على شفا حفرة من النار، على شفير النار لو متم وأنتم على حالتكم في الجاهلية من الشرك بالله والكفر، فأنقذكم منها بالإسلام، أنقذكم من النار إلى الجنة بالإسلام وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فاجتماعهم بعد الفرقة وعزهم بعد الذلة وأتلافهم
بعد العداوة، هذا من آيات الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. أصبح: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لتتعظوا ولتشكروا الله سبحانه وتعالى لعلكم تهتدون إلى الحق والاجتماع والألفة. ثم إنه سبحانه وتعالى قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يدعون إلى الخير، إلى الإسلام، إلى التآخي في الله، إلى التعاون على البر والتقوى، ينهون عن التفرق والاختلاف، ينهون عن الضلال وعن الانحراف، يدعون إلى الخير عموما، الخير عموما. ومن ذلك يأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من الدعوة إلى الخير، والنهي عن الشر، عن ضد الخير وهو الشر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعامة من دعامات هذا الدين، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تزول به المنكرات والمعاصي التي تفرق الناس وتؤثم الناس وتسبب لهم الهلاك. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عصمة من الهلاك وعصمة من العقوبة. فما وجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا والمجتمع يلتئم وتصلح أحواله. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم القائمين على حدود الله والواقعين فيها بقوم استهموا على سفينة في عرض البحر، فأصاب بعضهم أعلاها وهم الأخيار والعلماء، وأصاب بعضهم أسفلها وهم من دونهم من المؤمنين. فكان الذين في أسفل السفينة يصعدون ليرتوا ليأخذوا الماء من الطبقة العليا، فلما شق ذلك عليهم قالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. فيجب حينئذ على أهل الدور الأول أن يأخذوا على أيديهم، لأنهم لو تركوهم يخرقون السفينة لغرقوا جميعا، وإذا أمسكوهم نجوا جميعا، الدور الأعلى والدور الذي تحته. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينقذ من الهلاك والغرق في المعاصي والسيئات، عصمة لهذه الأمة، وهو من ميزة هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولهذا ولله الحمد في هذه البلاد وهذه الدولة قام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخصصت له ميزانية، وعين له أعضاء ورئيس. كل هذا من نعمة الله علينا ومن صميم الأمن فينا، هو صمام الأمن. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو صمام الأمن، إذا فقد فإن الناس يهلكون، كما بين الله ذلك في آيات أخرى. ويأمرون بالمعروف، والمراد بالمعروف كل طاعة وكل ما تعرفه العقول السليمة وتأمر به الشريعة، هذا هو المعروف. والمنكر هو كل ما تنفر منه الطباع السليمة، وكل ما نهى الله عنه فهو منكر، كل ما أمر الله به فهو معروف. يأمرون بالمعروف
وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك، أي الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هم المفلحون. حصر الفلاح فيهم، فدل على أن الأمة التي ليس فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنها لا تفلح وأنها خاسرة. فهذا يدل على أهمية جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الأمة. نسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا ويوفق علماءنا ويوفق رعيتنا للتمسك بهذه الآداب وهذه الأوامر والنواهي، وأن يساعدوا من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأنه يريد لهم العصمة ويريد لهم النجاة ويريد لهم الخير. وليس هذا كما يقوله الأشرار من التدخل في أمور الناس، هذا من النصيحة، هذا من النصيحة لهم ومن إرادة الخير لهم جميعا. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد. بعد تفسير هذه الآيات المباركات من سورة آل عمران، نذكر مرة ثانية السادة الإخوة والأخوات لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ، ونبدأ بالفاكس الأول. هذه السائلة تقول: وفاء من الرياض، شيخ صالح، ما حكم حفظ القرآن أو تفسيره عن طريق رسم هيكل شجري بحيث يوضع أصل ويفرع منه معاني ثم نتائج، يسمون ذلك الخرائط الذهبية، هل يجوز استعمال هذه الطريقة في حفظ القرآن أو الأحاديث؟ هذا أمر محدث، وسلفنا الصالح إلى عهد قريب وهم يحفظون القرآن ويحفظون الأحاديث بغير هذه الطريقة التي ذكرتها السائلة. يستعينون بالله ويخلصون النية لله ويحفظون القرآن ويحفظون الأحاديث بعون الله سبحانه وتعالى، ولا حاجة إلى هذا الرسم وهذا. نعم. مشعل من الرياض معنا على الخط، تفضل يا مشعل. السلام عليكم يا مشعل، معنا مرة ثانية. طيب يا شيخ، إذا قال المشتري للبائع: بكم اشتريت هذه السلعة؟ فهل يلزم البائع إخباره؟ نعم، يخبره لأجل أن يطمئن المشتري، لأن هذا فيه ترغيب للمشتري في الشراء. فإذا لم يخبره ربما أنه ينصرف، وليس فيه محذور والحمد لله، لكن يصدق في ذلك، لا يقول اشتريتها بكذا ويرفع القيمة وليس هذا حقيقة، وإنما يريد أن يغرر بالمشتري، لأن هذا من النجش الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. عبد المجيد المحمود يقول: بعض الذين يقضون ما فاتهم يا شيخ من الصلاة الجهرية يرفعون أصواتهم في الركعات الجهرية محتجين في ذلك بتنبيه الغير ليلحقوا بهم. لا، ما هو الأمر كذلك، يجهرون بها لأن هذا هو السنة، صلاة الليل يجهر فيها بالقراءة، إلا إذا كان يترتب على الجهر التشويش على آخرين فإنهم لا يجهرون. أما إذا لم يترتب عليه محذور، فالأصل في قراءة القراءة في الصلاة في الليل أنها تكون قراءة جهرية. نعم. إذا كان الشيخ يقصد الذين يقضون الصلاة في المسجد ما فاتهم، ما هو يجهر من أجل هذا، يجهر من أجل العمل بالسنة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يا شيخ، إذا كان من عادة الشخص أن يوتر بإحدى عشرة ركعة، لكن ليلة من الليالي لم يوتر إلا بثلاث ركعات، فهل يشرع له أن يقضي في النهار ما فاته وكيف ذلك؟
لا، ما دام انه اوتر يكفي هذا، واقل الوتر ركعه واحده، وادنى الكمال ثلاث، واعلاه 11 او 13 كما جاءت به الاحاديث. نعم. يقول هذا السائل: يا شيخ، طلب مني شخص او طلبت من شخص ان يشهد لي بانني اشتريت ارضا من فلان، فطلب مالا لشهادته، فهل له ذلك؟ ليس له ذلك، الواجب أن يؤدي الشهادة إذا طلبت منه لله عز وجل، وأقيموا الشهادة لله لا لأجل الفزعة أو لأجل طمع من أطماع الدنيا. نعم. جزاكم الله خيرا. من الأسئلة التي وردتنا فضيلة الشيخ، يتحدث هذا السائل عن شروط الرضاعة، كم هي وما هي الأمور المستحبة في الرضاعة مأجورين؟ الرضاعة أن تكون، يشترط لها أن تكون في الحولين، في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. فيشترط أن تكون الرضاعة في الحولين، ولا يعني يجوز إرضاع الكبير الذي يستغني بالطعام عن اللبن. لا، الكبير الذي يستغني بالطعام لا يرضع، وأما الذي لا يتغذى بالطعام فإنه يرضع، وأكثر هذا إلى حولين، قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة. ومن شروط الرضاعة المحرمة أن تكون 5 مصات، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخ ذلك ب5 رضعات معلومات يحرمنا، يعني 5 مصات، كل مصة يدر عليه لبن ويبتلعه. فهذا شرط من شروط الرضاعة، أن يكون 5 مصات فأكثر، وأن يكون في الحولين. فإذا تمت هذه الشروط صار الرضاع محرما. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. علي من بيشة معنا على الخط، تفضل يا علي. علي، مساك الله بالخير يا شيخ. نعم، معك تفضل. عندي سؤال. تفضل. عندي سؤال يا شيخ عن الأذكار. من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله 100 مرة في اليوم، هل يتضاعف للإيجار الأجر لمن يدبلها مرة مرتين؟ طيب، شكرا. إذا كان يريد الثواب يأتي بما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من نوع الذكر ومن العدد أيضا، لأن هذا هو العمل بالسنة، وإذا زاد على ذلك فلا بأس، لكن الأفضل هو أن يتقيد بما ورد عددا وصيغة. نعم. طيب، من الأسئلة التي وردت فضيلة الشيخ عبد الله من جازان، يقول: هل لعن المرأة يعد طلاقا؟ لا يعد طلاقا، لكن يعد كبيرة مؤثمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. ولما لعنت امرأة ناقتها وهي تسير مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر بأخذ ما عليها وتركها، وقال: لا تصحبنا ناقة ملعونة. فاللعنة لها أثر خطير، ولا يتفوه بها المسلم إلا على من يستحقها. والمؤمن ليس بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء كما في الحديث، فعلى المسلم أن يصون لسانه عن اللعن
لا سيما مع الزوجة التي هي حليلته وأم أولاده، فلا يجوز هذا، لا هي تلعن زوجها ولا هو يلعن زوجته، هذا يخالف العشرة بالمعروف. الله جل وعلا قال وعاشروهن بالمعروف. نعم. إبراهيم من القنفذة معنا على الخط، تفضل يا إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم، مساكم الله بالخير يا أخي. الله يحييك عليك. مساكم الله بالخير. الصوت ما هو واضح، أبغى أسمع الشيخ، ما هو واضح الصوت عندي. طيب قصر التلفزيون شوي، قصر التلفزيون اللي عندك. ماني عند التلفزيون، أنا ماني عند التلفزيون نهائيا، في محل ما في تلفزيون. طيب اطرح سؤالك يا أخي إبراهيم، تفضل. الشيخ من هو المطلق؟ الشيخ صالح الفوزان، تفضل. أنا سؤالي يا شيخ بارك الله فيك، عندي أولاد، عندي، تسمعني؟ نعم نعم. أنا عندي أولاد ذكور أربعة، واحد عمره من 11 إلى 12، وواحد عمره 18، واثنين كبار متزوجين، واحد مدرس وواحد موظف في مدينة الملك عبد العزيز الطبية في خشم العام. طيب الأولاد هذول الكبار الاثنين، المدرس والموظف في الرياض هذا في مدينة الملك عبد العزيز، الكبير علي جوزته مرتين، ساعدته بأكثر مما جمع وزوجته مرتين، ولا زلت أساعدها الحين، المرتبة قليل ما يغطي حاجته، يعني حدود 6000 والرياض الأجار فيها غالي شوية، والمصاريف المعيشة تعلمونها يا شيخ. الثاني طيب. مدرس. طيب والسؤال، ساعدته وجوزته وأعطيته مبلغ من المال وسيارة، وعندي اثنين صغار يودوني السوق ويجيبوني مستشفى ويعلفون حلال عندي. طيب وأعطيتهم 1500 ريال. طيب مقابل تعبهم، البنات جوزتهم اللي تجوزوا وأعطيتهم مهرهم كله، ما أخذت منه شيء في ديهم، هل علي ذنب في الأولاد هذول الصغار اللي يودوني ويجيبوني وأقوهم من شغل دراستهم في أعطائي لهم 1500 هذا مقابل أتعابهم؟ جزاك الله خير، واضح السؤال. نعم، إذا أعطيت بعض الأولاد لحاجته فلا بأس بذلك، إما أن تنفق عليها أو تكمل له النفقة، هذا لا بأس به، هذا ما هو بتمليك، هذا إنما هو للحاجة فقط والاستهلاك. وأما إذا أعطيته وهو غير محتاج فلا بد أن تعطي الآخرين مثله، لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولما جاءه بشير بن عمرو ليشهده على عطية أعطاها لولده النعمان رضي الله عنهما، قال أكل ولدك أعطيت مثل هذا؟ قال لا، قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم. أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت، يقول السائل أصيب رجل بحادث يا شيخ، حصل له ارتجاج في المخ، يصحو أحيانا ويضيع أحيانا، وجلس على هذا 15 يوما لا يصلي، فهل يصح فعله أو يلزم بأداء الصلوات السابقة؟ إذا صح يلزم بأداء الصلوات، وإذا تركها يؤمر بقضائها. وأما إذا كان قد أصابه ذهول أو أصابه إغماء أو أصابه عدم شعور فإنه لا صلاة عليه ما دام في هذه الحالة. نعم. أبو محمد من الطائف، تفضل يا أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. عندي سؤال واحد. تفضل. طفل وضيع وأمه نامت معه، وبعدين توفى الولد، هل عليها شيئا؟ إذا كانت مفرطة، إما أنها وضعت عليه غطاء وكتم نفسه فمات، إذا كانت مفرطة ومتسببة
في وفاة الطفل فإن عليها الكفارة صيام شهرين متتابعين، وعليها الدية إذا طلبت منها. أما إذا كانت غير مفرطة بأن مجرد أنه نايم بجنبها ولا تسببت في وفاته، لا وضعت الثدي في فمه ونامت وتركته في فمه ولا غطته بغطاء يكتم نفسه، فإنها ليس عليها شيء، هذا قضاء وقدر. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة. مرة ثانية نذكر بتليفون البرنامج 011-88-3000. اعتاد البعض من الناس يا شيخ إذا أراد أن يفعل أي شيء من الأمور العادية يقول بسم الله، هل لهذا أصل في الشريعة أو ينكر عليه؟ لا، هذا شيء طيب، بدأ ببسم الله لا سيما الأمور الطيبة والمباحة، هذا شيء طيب لأنها تعصم من الشيطان، لأن بسم الله تعصم من الشيطان ويتبرك بها أيضا. كل أمر لا يبدأ ببسم الله فهو أبتر، أي ناقص البركة. نعم. عبد الله من أبها، تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام، ارفع صوتك شوي السلام. عبد الله، كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله بخير. يا شيخ أنا عندي وجد 100 ريال علقت في الصراف ولم أجد صاحبها، فهل يجوز لي أن أتصدقها؟ شكرا. نعم، اسأل المسؤولين عن الصراف، أخبرهم عن ذلك، إذا كانوا يهتدون إلى صاحبها يهدونها إليه، أما إذا لم يمكن هذا وهي في يدك الآن فتصدق بها على نية أن الأجر لصاحبها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل أبو عبد الله، نحن شراكة يا شيخ في محل تجاري، فحصل خطأ في الحسابات، فاتفقنا على أن نأتي بمحاسب ليخرج الخلل الحاصل، وعلى من حصل منه الخلل يكون عليه أجرة المحاسب، هل يصح هذا؟ نعم، إذا كان الذي حصل منه الخلل مفرط، إذا كان مفرطا فيكون عليه أجرة الحاسب، أما إذا كان غير مفرط فإنه لا يلزم بهذا، لا يلزم بأجرة الحاسب لأنه غير مفرط. نعم. وصلنا هذا السؤال أيضا من الأخ أبو عبد الله، يقول يا شيخ إذا كبرت تكبيرة الإحرام منحنيا لكني إلى القيام أقرب مني للركوع، فهل تصح صلاتي أو تكون نافلة؟ وما هي الأحوال يا شيخ التي تنقلب صلاة الفريضة نافلة؟ يا أخي، إذا إنك تقصد إنك مسبوق وجئت والإمام راكع، فلا يجوز أن تؤخر تكبيرة الإحرام حتى تنحني للركوع، لا بد أن تأتي بها وأنت معتدل واقفا ثم تنحني بعد تكبيرة الإحرام. وأما انقلاب الفرض إلى نفل، إذا نوى ذلك، إذا نوى أنه يقلب الفرض إلى نفل، لأن النفل دون الفرض، فيجوز له ذلك. نعم. سالم من الأفلاج، تفضل يا سالم. سالم، السلام عليكم. عليكم السلام. السلام، مساكم الله بالخير جميعا. حياك الله. مساك الله بالخير. عندي سؤال يا شيخ، عندي أولاد في المتوسط والابتدائي والثانوي، منهم داخل حلقة القرآن وبعضهم ما دخل الحلقة برغبة منهم، هل أجبرهم ولا أتركهم على كيفهم؟ طيب، شكرا. والله ما في شك أن حفظهم للقرآن أنه واجب عليهم، يعني يحفظون على الأقل من القرآن ما يكون يقرؤونه في صلاتهم، وإذا حفظوا القرآن كله فهذا أحسن، فأنت تجبرهم على الشيء الضروري الذي لا تصح الصلاة
إلا به، وما زاد عن ذلك فإنه من المستحسن والمستحب أن تلزمهم أو أن تؤكد عليهم حفظ القرآن، وهي فرصة عظيمة الحمد لله. يعني مجالات تحفيظ القرآن الآن متيسرة، فلا يفرط فيها. فإذا استطعت أن تلزمهم بذلك فهذا أمر مستحسن، ولكن مع الترغيب لهم ومع التشجيع لهم. نعم. وصلنا هذا السؤال فضيلة الشيخ، عندما يحول الحول مثلا في شعبان وأردت أن أقدم الزكاة في رجب، فهل أحسب في الزكاة أيضا شهر شعبان أم أحسب ما أملكه حتى شهر رجب يا شيخ؟ لا، ما دام ما بقي إلا شهر تحسب السنة كاملة، يدخل فيها شعبان. نعم، ويكون هذا من تعجيل الزكاة، تعجيل الزكاة يجوز. نعم. نأخذ بسام من المدينة، تفضل يا بسام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي ثلاث أسئلة خفيفة إن شاء الله يا شيخ. تفضل. السؤال الأول. السؤال الأول عند تحريم الجوزة، أقول له مثلا تحرمي علي إذا مسكت الجوال أو مسكت النت لغرض الخوف بس عشان ما تمسك الشيء هذا، فهي تحرم أو ما تحرم؟ طيب يجاوب الشيخ. يا أخي راجع المحكمة الشرعية القريبة منك، يسأل القاضي عن هذا. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني عندي عمرتين وقفت عليال الذكور والإناث غير الجوزة. نعم. عندي عمرتين وقفتها على الأبناء الذكور والبنات غير الجوزة. يعني وقف منجز ولا وقف معلق بالموت؟ لا، معلق بالموت. هذا وصية، هذا يأخذ حكم الوصية، ولا تجوز الوصية للوارث، وصية ما تجوز للوارث. نعم. طيب السؤال الثالث، أنا وصيت أني الله يديني اسمه، وصيت أني عمارتي توقف، ما حد حق يبيع العمارة أبدا من الورثة ويوقفوها قبل البيع، ولي شقة صدقة يخرجوا لي شقة صدقة منها، فهل هذا جائز أم مو جائز؟ السلام عليكم. شكرا. يا أخي ما دمت على قيد الحياة فإنك توقف ما شئت من مالك وقفا منجزا، ويكون على بر، يكون على بر. وأما إذا أخرت الوقف إلى ما بعد الموت، قلت هذا وقف بعد موتي، هذا يأخذ حكم الوصية. نعم. من الأسئلة التي وردت فضيلة الشيخ بالفاكس، يقول هذا السائل بأنه معقب يقوم بأعمال عديدة ومنها تجديد إقامة العمال سواء كانوا مسلمين أو غير ذلك، هل يصح عملي هذا؟ نعم، التعقيب إذا لم يكن فيه كذب وليس فيه حيل، وإنما هو على طبق النظام الذي جعلته الدولة فلا بأس به، ولكن الكفار لا يجوز استقدامهم لبلاد المسلمين. المسلمون ولله الحمد هي كثيرون ومحتاجون للعمل، أيستقدم من المسلمين؟ ولا يجوز لوزارة العمل أن توافق على هذا، لا يستقدم الكافر بلاد المسلمين، يستقدم من العمال المسلمين. نعم. طيب محمد من الرياض، تفضل يا محمد. محمد معنا، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول إذا كان هناك خلاف في مسألة تعبدية مثل الزيادة في غسل عضو من أعضاء الوضوء أخذا بزيادة أبي هريرة رضي الله عنه، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، هل من فعل هذا تعبدا وهو يعلم بأن كلام أبي هريرة مخالفا لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم يكون مبتدعا؟
هذا من أبي هريرة رضي الله عنه اجتهاد، وليس ابتداع، إنما هو اجتهاد يريد به الخير، ولكن لا يوافق عليه، لا نأخذ بهذا، وإنما نأخذ بالحديث إسباغ الوضوء بحيث لا يبقى من العضو شيء لم يصل إليه الماء. أما الزيادة على العضو فهذا لا يجوز، وإنما فعله أبو هريرة أو قاله أبو هريرة من باب الاجتهاد. نعم. ما زلنا معكم أيها الإخوة والأخوات في فتاوى على الهواء مع فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان. يقول هذا السائل: يا شيخ، ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قال: من قال مثل ما يقول المؤذن ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة الحديث، هل يقال هذا الدعاء عند سماع الإقامة لأنه يقال له أذانا؟ إذا قاله فلا بأس، لأن الإقامة أذان، فإذا قاله فله أجر في ذلك، ولكن متابعة المؤذن في الأذان آكد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. من الأسئلة التي وردت للبرنامج يقول: أنا إمام مسجد لم يكن عندي مؤذن، فأتصل على مؤذن مسجد آخر أن يأتي إلى مسجدي لما فيه من الميزات له، وهذا أحسن من مسجده الذي يؤذن فيه، فهل يصح هذا أم أن هذا داخل قياسا على البيع على بيع أخيه فيكون حراما؟ لا، هذا ما هو بيع، اعرض عليه إذا كان عنده رغبة أنه ينتقل، والانتقال من مسجد إلى مسجد لا بأس به، فاعرض عليه ذلك، والمسجد الآخر يجدون لهم مؤذنا. نعم. مخرج الحلقة يشير بأنه انتهى هذا اللقاء والذي استضفنا فيه فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، ورفع درجاته في المهديين، استفدنا من توجيهاته ونصائحه القيمة، جزاه الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. أشكر أيضا زملائي في مكتبة الشيخ محمد الحامد ويزيد الماضي على ترتيبهم هذا اللقاء مع فضيلته، كما أشكر كافة الفنيين معي والمخرجين. هذا زميلي ناصر القمي مخرج هذه الحلقة، يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.